بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح دلوقتي مسائل التطبيقات بتاعة الأمثلية، يعني ايه تطبيقات اصلا وازاي اتعامل معاها. بص، الدكتور في المسألة هيقولك انا عايز الماكسيمم او المينيمم او الارتفاع او الطول او العرض اللي يديني ماكسيمم فاليو او فوليوم او ماكسيمم اريا او ماكسيمم اي حاجة او ماكسيمم بيرامتر اللي هو المحيط، تمام. اول ما الدكتور يقول لك هات لي الماكسيمم فوليوم او الماكسيمم اريا، اعرف على طول، تكتب على طول ايه المعادله بتاعه الاريا اللي هو القانون بتاع المساحه، حلو، وتعرف ان انت هتشتقه وهتساويه بالصفر وهتطلع منه قيمه الفاكتور، يعني اللي هو مثلا اكس او واي، اللي هيطلع لك ايه، اللي هيطلع لك المساحه او المحيط او الحجم اللي هو عايزه. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ دي مسألة سيمبل، مسألة بسيطة هشرحها، والمسألة اللي جاية هتكون أصعب منها شوية برضو، يعني لو فهمناها هنقدر نحل أي مسألة تطبيقات هتواجهنا، تمام. هو هنا في المسألة بيقول لي determine max volume can be constructed from A4 sheet 210 في 297 by cutting X from edges. بيقول لي هات لي أقصى حجم أقدر أشكله من ورقة A4، ورقة A4 زي اللي مكتوب على الكلام ده، تمام. اقدر اشكل منها ايه، اشكل منها بوكس، صندوق، صندوق، صندوق. طب انا اشكل الصندوق ده ازاي؟ هقطع جزء من الاطراف اسمه اكس، اكس في اكس، حلو، هقطع جزء من الاطراف اكس في اكس، هيطلع لي الورقة في الاخر بالمنظر ده، هطبقها على بعض زي الكرتونة، هيبقى ده هو ده الصندوق. ارتفاع الصندوق ده اكس، تمام، طوله كان 210 قبل القص، بقى بعد القص بقى ايه، شلنا منه اكس من هنا واكس من هنا، فضل 210 ناقص 2 اكس، وشلنا منه اكس من هنا واكس من هنا، فضل 297 ناقص 2 اكس، تمام كده. معاك الطول في العرض في الارتفاع، المسألة دي ما فيهاش أي حاجة خالص. ليه؟ مفيش أي مجهول غير مجهول واحد بس، تمام. قلنا ايه، طالما قال لي ماكسيمم فوليوم هعمل ايه، هحط معادلة الفوليوم اللي هي معادلة الحجم، يبقى ال V بتساوي L في ال B في ال H، L بكام؟ 210 ناقص 2 X، ال B 297 ناقص 2 X، وال H ب X، تمام. هضرب التلاتة دول في بعض هيطلع لي المعادلة بالمنظر ده، اللي هي 6 2 370 ناقص 420 X ناقص 594 X زائد 4 X تربيع، بتصفي لي في الآخر على 4 X تربيع ناقص 10 14 X زائد 6 2 73، 73 في الكل طبعا مضروب في اكس، تمام. هنقول ان الاف اكس طبعا، هنقول بقى دلوقتي، هنبدا دلوقتي نشتق ايه، نشتق المعادله اللي احنا صفيناها دي علشان خاطر نساويها بالصفر، وايه، ونطلع منها قيمه الاكس اللي هتخلي لي الحجم بتاع الصندوق في اكبر حاله، تمام. الدكتور في الخطوه دي بيضرب بالمعادلة في سالب واحد، يعني بدل ما دي 4x بيخليها سالب 4x، ودي بدل ما هي سالب 1014 بيخليها ايه، بيخليها موجب 1014، ودي بيخليها سالب 6273، تمام. بس ايه، الاتنين بيطلع نفس الناتج، يعني انا حللها من غير ما اضرب في سالب وطلعت معايا نفس الناتج بتاع الدكتور، تمام، لان اصلا مش عارف هو بيضرب في سالب ليه. فلما جينا نعمل تفاضل عادي خالص، بقت 4x تكعيب بقت 12x تربيع، 1014x تربيع بقت 2028x، طبعا 62370x بتساوي 62370، تمام. هبدأ طبعا القانون العام بيقول ايه، القانون العام بيقول السالب بي موجب وسالب جذر بي تربيع ناقص 4ac على 2a، فين البي اللي هي معامل الايه، الاكس، معامل الاكس هي البي، ومعامل معامل الاكس تربيع هي الاي، ومعامل السي معامل اللي هو معهوش حاجة اصلا، هو عبارة عن سي او الثابت بتاعي هو السي. اعوض المعادلة دي واحط ده مرة موجب، واعوض بره موجب ومرة سالب، هيطلع لي مرة 128 ومرة 40. وانت بتعمل المعادلة دي طلعت لي كده الاكس، الكي اللي هي الاكس يعني، وانت بتعمل المعادله دي ممكن تتلخبط، فانت لازم تكون حريص جدا 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 وانت بتعملها، تمام.
أشوفكم في المسألة الجاية.